عشان كمان هتساعد لي في عملية نقل المنتجات وعمليات التسويق، هتساعد في المرأة في موضوع التنمية انها من ناحية الصحة لتنقل مثلا لمكان ولادة مستشفى يبقى سهولة الحركة بدل ما المدقات وتاخد وقت ومفيش عربيات، لا دي هتسهل عمليات كتيرة جدا. في جزء هيتحمله المشروع وفي جزء هتحمله محافظة مطروح. كنت عايز اقول لك كده مليار جنيه مش هتكفي في كل ده دكتور. طبعا لا، في جزء هتحمله محافظة مطروح من مخطط الدولة وجزء هتحمله المشروع. كمان ان احنا في هذه المنطقة هيتم عمل مدارس فنية متخصصة. يمكن احنا بدأنا مركز بحوث الصحراء بروتوكول تعاون محترم ما بيننا وبين التعليم الفني، وتم إنشاء أول مدرسة على مستوى جمهورية مصر العربية للزراعة المطرية أو الزراعة على الأمطار. دي فين مكانها؟ ده في مطروح. تمام. مطروح خلصت وبدأت الدراسة؟ بدأت الدراسة السنة دي، وكل المادة العلمية اللي بياخدوها من مركز بحوث الصحراء متخصصة احنا حصاد الأمطار وزراعة الأمطار. مركز بحوث الصحراء لديه فرع كبير موجود في مطروح اسمه مركز التنمية المستدامة للموارد مطروح، ومن ضمن هذه الآلية ان احنا يبقى عندنا خريج او عندنا حد متعلم يطلع يعرف يعني ايه الزراعة المطرية علشان يرشد الناس صح. الدكتور نعيم